مع قدوم شهر رمضان المبارك استعدت الأسواق في مملكة البحرين لاستقبال المستهلكين، حيث تم تأمينها بكميات وفيرة من اللحوم والخضروات والفواكه لتحافظ على استقرار أسعارها خلال هذا الشهر. مع قدوم شهر رمضان المبارك تقبل العائلة البحرينية على تأمين حاجاتها الغذائية لتشهد الأسواق تحقيق نسبة مبيعات عالية، ما يجعل التجار في منافسة تحقيق الربح الوفير مع الموازنة في طرح الكميات المعروضة من المواد الأساسية، فيما أكد التجار على أن الخضروات والفواكه متوفرة طوال شهر رمضان وبأسعار مستقرة ولا حاجة إلى تكديسها حتى لا تتعرض للتلف. جميع الأخوة التجار أخذوا استعدادهم بالنسبة للخضار فواكه، كميات اللي طرحوها خلال هاليومين الماضيين كل يوم تقريبا 1250 طن من الخضار الفواكه الرمضانية اللي جيب الشاحنات من أردن ومن سوريا ومن المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ومن إمارات، وفي بعد مطروح يعني بالنسبة للشاحنات اللي جي عن طريق ميناء اللي هو البصل والبطاطا، يعني كل الأشياء اللي موجودة بالنسبة لحق شهر رمضان متوفرة. ومع الإقبال على شراء الخضروات والفواكه يرتبط شهر رمضان الكريم لدى البحرينيين بانتعاش أسواق اللحوم الحمراء باعتبارها مكونا رئيسيا للكثير من الأطباق الشعبية على المائدة الرمضانية، فالخيارات أمام المستهلك متاحة ومتنوعة، فهناك اللحوم الحمراء الطازجة والمجمدة التي يتم استيرادها من دول عدة. ما يصير لنا نقص في اللحم، يعني كل الشركات متوفره وهم اللي بنفسهم يلحقون على نتعامل وياهم. سابقا لا، الشركه هي اذا ما عندها لحم يتوقف البحرين كامل يتوقف، فالحمد لله الحين يعني توفير اللحوم متوفر في كل مكان، واحنا بعد مستعدين يعني حق الناس باي كميه تكونه موجوده. يعني الحمد لله احنا من يوم ثلاث ايام الحين برزين ثلاجة، انترست ترسنا ثلاجة، خذينا فلاجة، خذينا أشياء، خذينا العيش، خذينا كل شيء، أشياء بارزة ما شاء الله حرق، وكل مكان يعني ما شاء الله مفرين الأماكن حق اللحم وكل شيء وجماعة جايين. إلى جانب اللحوم الحمراء المجمدة، فاللحوم المحلية الطازجة لها إقبال رائج لدى البحرينيين، فهي متواجدة أيضا إذ تتوافر المسالخ وتتوافر المواشي الحية، ويؤكد تجار اللحوم والمواشي بأن السوق البحريني يتمتع بالانفتاح وهناك عدد كبير جدا من المستوردين، إذ أن انفتاح السوق يكون في صالح المستهلكين الذين يختارون السعر الأنسب إليهم من بين معروض. جهود حثيثة تقوم بها الحكومة الموقرة يقابلها التسهيل في الإجراءات من أجل توفير جميع المواد الأساسية من بينها اللحوم والخضروات والفواكه والتأكد من الكمية المعروضة دون نقصانها في شهر رمضان المبارك. لمركز الأخبار إيمان شرف، تلفزيون البحرين.